احبائي طالب سنه خمسه، معاكم مستر فرات الغيطي من قناه دروسك اونلاين. يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هناخد درس سهل وبسيط جدا اللي هو ضرب الاعداد العشريه في 10 وفي 100 وفي 1000. درس بسيط جدا 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 جدا، مش هنكمل دقيقه دقيقتين، وانتوا بعد كده اللي هنحل، يعني انتوا اللي بعد كده هتحلوا مع نفسكم. تاني كده، ضرب الاعداد العشريه في 10 وفي 100 وفي 1000. لما اجيب لك رقم عدد عشري ويقول لك اضربه في 10 او في 100 او في 1000، كل هتعمله حاجه واحده، هتعمل بس اسمع الكلام مني وامشي عليه. كل هتعمله هتضرب الرقم دوت، الرقم دوت تكتبه زي ما هو ماشي، بس من غير علامه طبعا. 7 5 3. صعبه؟ لا. بعد كده العلامه هتتحرك، ما دام هنضرب في 10 او في 100 او في 1000 او في 10000، يبقى العلامه دي هتتحرك، وهتتحرك ناحيه اليمين، ناحيه الايد اللي انت بتمسك بيها القلم، او ناحيه الايد اللي انت بتاكل بيها. طب هتتحرك كم حركه؟ غير ممكن تتحرك حركه، حركتين، ثلاثه، اربعه، سته، ثمانيه. طب انا هعرف منين؟ على حسب عدد الاصفار اللي عندك هنا. هنا في صفر بتحرك حركه واحده. كل اللي هتعمله هتقف بسن القلم عند العلامه وتمشي كده حركه واحده بس. واحد. تعد الاعداد يعني. واحد. يبقى العلامه اتحط قدام الخمسه. بس. دي حصه النهارده. تاني. الرقم دوت اتكتب زي ما هو من غير علامات. خمسه، ثمانيه، صفر، ثلاثه، 12. واقف بسن القلم عند العلامه، اتحرك كم حركه؟ ثلاثه. اهو. واحد، اثنين، ثلاثه، وتحط قدام الثمانيه. اظن مساله سهله. تاني، الرقم اتكتب زي ما هو من غير علامات، هتحرك كم حركه؟ ثلاث حركات. شوف شوف انا اعمل بقى، لان المساله دي جديده. شوف شوف انا اعمل ايه. واحد. قال لا ده ما عادش فيه ارقام. اثنين، ثلاثه، احط مكانهم صفرين. احط مكانهم ايه؟ صفرين. تعال هنا تاني كده، هكتب رقم زي ما هو من غير علامات، هتحرك كم حركه؟ بسن القلم، حركة 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 واحدة. واحد. يبقى العلامة تحط قدام الخمسة. لما العلامة تكون تحط قدام، مفيش قدامها أي حاجة كده، أي أرقام بتتشال زي ما بتتشال. 17 و5 من 10، أدي ال 17 والخمسة زي ما هي. هتحرك كام حركة؟ حركتين. هقف بسن القلم. واحد، اثنين، اثنين دي يعني صفر. هنا برضه نفس الكلام، خمسة، اثنين، أربعة، اثنين. هقف بسن القلم، هتحرك كام حركة؟ اثنين. واحد، اثنين، تحط قدام الاثنين. كل المسائل دي كده، ده وده 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 وده. تعالى كده نحل المسألة ديت. أكتب رقم زي ما هو، أتحرك كام حركة؟ حركتين. هذا واحد، اتنين، اتنين يعني أحط صفر. تسعة، واحد، تمانية، اتنين، ستة، بس القلم أتحرك كام حركة؟ تلاتة. واحد، اتنين، تلاتة. يبقى العلم تحط قدام التسعة، تحط الواحدة؟ لا، يبقى تتشال. دي برضو 2 3 7، هتحرك بحركه 3. 1 2 3 يعني صفر، محطه الصفر. طب يا مستر طلعت دلوقتي، احنا عندنا المساله ديت، دي جديده ديت، يعني انا ما خدتهاش دي. افرض يا اولاد جيت لك مساله انت مش عارفها، ما تجيش تقعد تقول انا ما خدتهاش. دي مساله صعبه، ما فيش حاجه صعبه. شوف انا بحط عقلي من عقليتكم. اوعى تفتكر ان انا بقول كده ان هي مساله سهله عشان انا مدرس، لا، هي مساله سهله فعلا، او المساله صعبه عشان انا مدرس، لا. تاني، ما تقولوش مثلا ان المساله دي صعبه، لا، ما فيش حاجه اسمها صعبه، انت خدت القاعده امشي عليها، اهم حاجه تشغل دماغك، اهم حاجه تشغل دماغك. ما فيش مساله قدامك بتبقى صعبه، تشغل دماغك. لو انت مثلا في امتحان وجالك ثلاث اربع اسئله صعبين بالنسبه لك ومش عارف تحلهم، تسيبهم وتمشي؟ تسيبهم وتمشي؟ او تحلهم اي حاجه وخلاص؟ لا، افكر. فعلا ما افكر، امال ربنا اداني عقل ليه؟ عشان افكر بيه. وعود نفسك في الرياضه بالذات، لازم تفكر وتحل مساله. انك تحل المساله من نفسك، او انك تكون شايف المساله صعبه وتحلها من نفسك، ده في حد ذاته انجاز، ويبقى انت ساعتها بتبقى فرحان جدا جدا جدا. الرياضه بالذات هي اللي بتميز الطلبه كتير عن بعضها. يعني انت لو انت شاطر في الرياضه من صغرك، يعني تطلع يعني تطلع مهندس، تطلع دكتور علمي، انت كده في دماغك كده دماغك علميه. اما لو انت بتحبش الحساب وبتحب العربي او الدراسات، يبقى انت كده بتحفظ كتير، وده غلط.
ده غلط يا اولاد. يبقى اهم حاجه تشغل دماغك. طيب مساله زي دي مثلا تتحل ازاي؟ 72 و12% زائد 2.7 من 10 في 10. كل اللي يشوفها يقول جاي ايه المساله ديت؟ انا مش عارف احلها. لا اتصلوا بالاسعاف، اتصلوا بالمطافي، اجري يا عيال. كل اللي هتعمله هتحل الكوس الاول. عود نفسك، وقلت القاعده دي قبل كده 100 مره. لما بتلاقي مساله فيها قوس حل القوس الاول. لما بتلاقي مساله فيها قوس حل القوس الاول. خلاص؟ لما بتلاقي مساله فيها قوس حل القوس الاول. يعني اعمل ايه؟ اجمع دي الاول، حطهم فوق بعض. 72 وال 12 والزائد في الجنب، العلامه دي تحت العلامه، والاثنين دي هنا والسبعه دي هنا. واساوي العلامات. هنا العلامه دي قدامها رقمين، والعلامه دي قدامها رقم، احط صفر. 2 زائد صفر يا الاثنين، 1 و7 8 والعلامه هم حاططها، ودي هتبقى 74. 2 و2 4 وال7 ما فيش تنزل زي ما هي. بس كده خلاص. طلعت لك الرقم اهو، اضرب في 10 بقى. اهو 2 8 علامه 4 7 واضرب في 10 زي ما قلنا دهيت. اكتب رقم زي ما هو 2 8 4 7 من غير علامات، والعلامه تحرك كام حركه؟ حركه واحده قدام ال 8. خلاص يا اولاد؟ دي برده نفس الكلام. هضرب بقى واللي يطلع قوم طرحه من ده، وهنا برده هطرح واللي يطلع قوم ايه؟ ضربه في 100. صح ولا لا؟ تعالى هنا كده نحل المساله دي. اضرب الاول، اكتب رقم زي ما هو 5 3 2، وحركه كام حركه؟ حركه واحده. واحد بقت 23 ونص ناقص 11 1 من 10 اهو. قوم بقى اطرحها بقى، 5 ناقص 1 4، والعلامه قبلتنا قوم حاططها. 3 ناقص 1 2، و2 ناقص 1 يديني كام؟ 1. طبعا كل المسائل اللي جايه دي برده زيها، كل المسائل دي برده ايه زيها. طب ابو اللي قال لي هنا تعالى قرب الاقرب جزء من ايه؟ من 100. احل ده الاول، اضربها الاول. الرقم ده اتكتب زي ما هو 4 7 2 8 4، والعلامه تتحرك كام حركه؟ حركه. يبقى تتحط قدام ال 8. اوعى تروح تختار الناتج ده غلط. هو قال لك هنا الاقرب جزء من 100. في طلبه كتير برضه هم ايه فرحان بقى انه طلع المساله او طلع رقم موجود في الاختياري على طول يروح يختاره، ده غلط. طب تمام، قرب بقى الاقرب جزء من 100. يبقى انا هبص على الجزء من 100، جزء من 10، جزء من 100 اللي هي السبعه. السبعه بص على مين؟ على الاربعه. الاربعه تديلها؟ لا، يبقى 7 2 علامه 8 4 اللي هي دي اللي جنبي. خلاص يا اولاد؟ دي فكره درس النهارده، وده درس سهل وبسيط جدا مفيش فيه اي حاجه. ونتقابل ان شاء الله ونكمل بقيه تماريننا الحصه القادمه، وانتظروني.